وبيعصب. كلمة يجرح ويعصب حتى في التجارب، يدي التجربة على قدر احتمال الإنسان، ما يدلوش تجربة أصعب من احتماله، لأنه بيجرح وبيعصب. أيوب الصديق ربنا سمح له أن يجرح، يضرب في ماله وفي أولاده وفي صحته في كل حاجة، ويداه تشفيان، وكان يعد له في نفس التجربة نقاوة لقلبه من البر الذاتي، وأيضا يرد له كل ما أخذ منه أضعافا. دي التجربة اللي بتيجي من ربنا، ما فيهاش أذية لكن فيها بركة. صدقوني، حنو الله العجيب كان حتى مع قايين. قايين أول قاتل على الأرض، أول إنسان تقسى قلبه على الأرض، أول سافك دم، ربنا اداله العقوبة، قال له تائها وهاربا تكون في الأرض. قايين قال له ذنبي أعظم من أن يحتمل، ها قد طردتني اليوم عن وجهك.